بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تطبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصو أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا سُوَاهُ أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها

إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله المولى العظيم